أول روائية كتبت بالحرف العربي أو اللغة العربية روايتها الأولى، وهي بهذا تقريبا وضعت بصمتها. مختلف التكريمات التي حصلت عليها سواء من المؤسسات الشعبية أو المؤسسات الرسمية، وأنا أفتخر بذلك. أما تكريم الدكتورة اليوم، لماذا أقول أنه من نوع خاص أو من طابع خاص؟ لأنه في الحقيقة لم أكن لأكرم لشخصي بقدر ما بلادي هي المكرمة في شخصي.